الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. هي شراكة كبيرة بين البلدية المغربية يعني في المغرب العربي وبلدية الألمانية. دونك بلدية القيروان عندها شراكة مع بلدية دارمشتاد في ألمانيا. كانت الجزء الأول منها يخدم على تطوير وحدة تسميد في بلدية القيروان، والمشروع هذا قاعد يتطور بحول الله. سنة 2023 نوصل إلى طاقة إنتاج 2000 طن سنويا. في سنة 2022 انتقلت الشراكة هذه للعمل على المجال الرياضي، وبالأساس هو إدماج الفئات الهشة في المجتمع وبالأخص الفئات الحاملة للإعاقة. دونك الشركة هذه عندها جملة من الأنشطة باش ترجمها، أهمها أو أولها توا اللي مش يكون في القروان، اللي هو باش نحدوا يوم ألعاب ورياضة، مش يكون يوم مفتوح للمواطنين باش يشاركوا فيه الصغار الكبار حاملي الإعاقة، الفئات اللي ما كانتش عندها قدرة للنفاذ إلى المنشآت الرياضية. وكذلك تكون هي فرصة للنوادي الرياضية باش تنفتح أكثر على المواطنين وباش تعرف بالرياضات هذه، ونشجعوا الناس على ممارسة الرياضة وممارسة الألعاب اللي هي تنجم تقوي طاقاتهم معناتها الرياضيه. هذا عموما معناتها الهدف من النشاط هذايا. مش تكون متبوع بجمله من الانشطه الاخرى، بحول الله باش يكون عندنا ماراثون مشترك ما بين البلديتين، باش يكون موجود في نفس اليوم. كذلك باش نعملوا تحدي مهم معناتها بين المتساكنين في الزوز بلديات، لقطع مسافة متاع 40,000 كيلومتر في 80 يوم. التحدي هذا يزيد باش ننطلقوا فيه بحول الله على المدى القريب. دونك ثم مجموعة من الأنشطة بحول الله طريقة تعرف بها واحدة تلو الأخرى. البادرة هذه تأتي في شراكة بلدية القيروان مع بلدية دارمشتاك الألمانية. صارت عدة زيارات متبادلة، هما جاوا لهنا وإحنا مشينا غادي. عندهم مشاريع تنموية رياضية خاصة تهتم بجانب ذوي الاحتياجات الخصوصية في مدينة القيروان. صارت زيارة من وفد من بلدية القيروان إلى مدينة دارمشتاك، صارت فيها تظاهرات وراوهم الأشياء اللي يحبوا يشاركونا فيها. مش يجيونا نهار من 1 حتى 5 جوست بعد المولد معناها في أكتوبر. قاعدين نحضروا توازي الجلسة الثالثة لتنظيم تظاهرتين، مش تجي نهار السبت 1 ونهار الأحد 2 أوت مش أوت أكتوبر 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 سامحوني الواحد كله راه أكتوبر سامحوني. دونك قاعدين نحضروا توا مع الأطراف المتداخلة الكل اللي هما معناها متداخلين رياضيين فعلة باش ننجحوا التظاهرة هذه، باش نعملوا ماراثون. هذوما مش نعطيك الحاجات الهامة، هما برشا أشياء لكن مش نعطيك الأشياء الهامة. هو الماراثون اللي مش يصير من انطلاقا معناها ب 15 كيلومتر انطلاقا من الفسقية إلى الفسقية، دور معناها المناطق السياحية الكل بمدينة القيروان. والثانية تظاهرتين متاع ألعاب يصير التركيز فيها اندماج ولا دمج ذوي الاحتياجات الخصوصية مع عامة الناس. مشاركتنا اليوم هو بالتحديد مشاركتنا بالألعاب نتاعنا اللي باش تكون هادفة لجميع الفئات العمرية وجميع الفئات المشاركة معنا. كما سمعتوا بكري في الاجتماع اللي هما فما معناها فئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية هما باش يكونوا معنا حاضرين. دونك ذوكم باش نحاولوا احنا نابليكيوهم، نخليوهم يلعبوا معنا في ألعاب اللي ممكن قبل ما لعبوهمش. أكيد معناها بشراكة مع البلدية باش
مشاركة مع مختلف الجمعيات. دونك احنا هدفنا هو الاساسي هو اللي احنا باش نحاولوا الالعاب الكشفية والاهداف الكشفية متاعنا باش نحاولوا نغرسوهم في الفئات اللي باش تكون ان شاء الله مشاركة معنا في النشاط هذا. ان شاء الله يكون نشاط ينال معناه الاستحسان والنجاح. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.